وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة فجر صباح السلوم، مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة. مرحبا بك. وبداية، ضم معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي مراعي ستة هذه السنة ندوات ثقافية، فكيف ساهمت هذه الندوات في تعزيز الأمن الغذائي؟ مساكم الله بالخير. لا شك أن إقامة الفعاليات الثقافية هذه السنة أثر الجانب التوعوي لعامة الجمهور، وذلك من خلال التركيز على الحلول الملموسة في نظم الغذائية وكيفية الاستفادة منها وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتنفيذ برامج ناجحة في وضع نظم الغذائية المستدامة لضمان سلامة وجودة الأغذية. نعم، ما هو تأثير الندوات على زيادة الإنتاج الحيواني؟ نعم، هناك تأثير طبعا كبير في رفع الوعي، وخاصة في موضوع الأمن الحيوي، بما له دور كبير في رفع الإنتاج وزيادة الإنتاج الحيواني. كذلك زيادة الوعي لدى المربين أو المنتجين أو العاملين في هذا القطاع يسهم في تجنب الممارسات الخاطئة في التربية أو الرعاية الصحية، وكذلك التركيز على ما يختص بالوقاية من الأمراض التي يسببها الحيوان ومنتجاته. نعم، ما هي النتائج المتوقعة من هذه الندوات؟ نعم، إن شاء الله يعني هذا التواصل مع المربين في فعاليات متنوعة له أثر كبير في زيادة في الفهم والتوعية لمختلف عناصر النظام الغذائي، وتحسين التغذية عن طريق استخدام النظم الغذائية الصحية للحيوان. نعم، الدكتورة فجر صباح السلوم، مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.